هات الاستاذ جمال الحراجي مراسل جريده اليوم السابع من الاسماعيليه. اهلا بحضرتك استاذ جمال. اهلا بحضرتك يا فندم. الجديد في المؤتمر اللي بيعقده الفريق مهاب ميش، ماذا اعلن اليوم من خلال هذا المؤتمر؟ هو بالامس كان في مؤتمر او في لقاء موسع ما بين وفد سعودي بيمثل مجلس الاعمال المصري السعودي برئاسه الشيخ صالح كامل، كان بيضم حوالي 40 واحد من رجال الاعمال السعوديين. الفكره كلها انه وفد جاي يعمل استثمارات في منطقه قناه السويس، يبقى محور تنميه قناه السويس، والشيخ صالح اعلن عن او يعني اثناء كلمته في المؤتمر عن انشاء شركه اطلق عليها شركه جسور براس مال قدره 3 مليار جنيه، وقال ان الشركه دي تتنامى خلال 3 سنين ممكن تصل الى 300 مليار جنيه مصري. شركه استثماريه استشاريه هتعمل في عدد من المشروعات داخل محور تنمية قناة السويس. في نفس الوقت كان من أهم يعني أو من أبرز المحاور داخل المؤتمر أنه محاولة أو فكرة تغيير القوانين الاستثمارية لكي تكون جاذبة للمستثمر، وأن يكون هناك قوانين مختلفة عن القوانين السابقة تضمن سلامة الاستثمار واستقرار، وفي نفس الوقت تضمن أيضا دخل جيد للدولة. حضرتك عارفة طبعا أنه مشروع قناة السويس أو تنمية محور قناة السويس ده المشروع اللي هيبدأ في 2015، هو يعني امتداد لمشروع حفر القناة اللي احنا شغالين فيه من 5 أغسطس 2014 وهينتهي 5 أغسطس أيضا 2015. الفكرة أنه إنشاء مناطق لوجستية على منطقة قناة السويس أو على محور قناة السويس بخلال المحافظات الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وهيمتد أيضا إلى سيناء شمالا وجنوبا، انشاء حوالي 6 انفاق داخل تحت القناه، منهم 3 انفاق في الاسماعيليه وباقي الانفاق موزعه على منطقه القناه وسينا، انشاء منطقتين صناعيتين من مناطق الصناعيه الكبرى داخل المحور. الحقيقه يعني كل هذه المشروعات وكل هذه الاستثمارات نتمنى ان تتم، ونتمنى ان يكون هناك دخل حقيقي للشعب المصري بالاضافه الى توفير فرص عمل للشباب خلال الفترة القادمة وزيادة الدخل القومي للدولة المصرية. طيب يعني مسودة القانون قال الفريق مهاب ميش انها جاهزة تقريبا العرض على الرئيس يعني ليصدق عليها فيما يتعلق بقانون استثمار جديد خاص بهذه المنطقة وبحدوده الجغرافية؟ تمام، هو بالفعل اعلن الفريق مهاب ميش في المؤتمر انه تم اعداد مشروع قانون خاص بالمنطقة خاص بالمحور يعني، وتم عرضه على الرئيس، وسيتم يعني اصدار قانون بقرار بقانون من رئيس الجمهوريه ل يعني لهذا المشروع. الحقيقه انه احنا فعلا محتاجين الى مشروع قانون استثمار جديد غير القوانين القديمه الموجوده او التي تعمل عليها الدوله الان، واللي يمكن خلال الفتره الماضيه يعني هربت كثير من المستثمرين وخرج وغلقت عدد من المصانع. طبعا ده بينتهي الى الاف فرص العمل بتضيع علينا، وبالاضافه الى طبعا دخل كبير بيضيع من الدوله المصريه. فنتمنى ان يصدر القانون بقرار قريبا حتى يعني تعم الفائده على الشعب المصري بشكل عام. استاذ جمال الحراجي مراسل جريده اليوم السابع من الاسماعيليه، شكرا جزيلا لحضرتك، وبنتابع